حياكم بالزبدة، معاكم خالد، واليوم راح نشوف منتج خفيف. فهذه الحلقة مو زبدة، راح اسميها زبيدي. زبيدي هو سمك ناكله بالكويت، واذا ما كليت زبيدي من قبل يعني طافتك نص حياتك. لايتنينج كيبل، ليش اخترت هذين الاثنين؟ لان اولا ماركة بلكن اللي انا استخدمها صار لي فترة طويلة، وادري ان الكواليتي مال الكيبل هذا متعمر عندي وما راح تخترب. ثاني واحد اسمها توتو ديزاين، ماركة جديدة بالسوق مو ماخذها من قبل، قلت بعطيكم رأيي عنها. مو اسم الشركة اللي تسوي مراحيض توتو، لكن توتو ديزاين. فناخذ اول شيء البلكن، احسن الماركات اللي يبيعون كيبل الايفون، وصراحة انا اشوفها انها ككواليتي احسن من الكيبل اللي مع الايفون. نفتح بوكس الكيبل على السريع، ما انه كيبل فما راح يكون في شيء بالبوكس ما عدا الكيبل. الشيء المميز في هذا الكيبل ان الكيبل صاير على جنب، يعني مو صاير لفوق، صاير على جنب. فشنو استفيد من هالكيبل هذا؟ قول انا عندي ايفون، مو جايب الايفون وياي، انا من الناس اللي احب استخدم الايباد قاعد بالفراش ولا قاعد بالصاله، واحطه مثلا على حضني او احطه كذي او احطه حتى على الطاوله، حركه سهله جدا. الكيبل الثاني من ماركه توتو ديزاين، الكيبل ما ادري ليش مسوي له بوكس الكبر، لكن يقول لك في 1.20 متر. طبعا هذا الكيبل المميز فيه انه يكون في لايتنينج كيبل، وفي نفس الوقت اقدر استخدمه كمايكرو يو اس بي حق الاندرويد، يعني ايفون واندرويد في نفس الوقت. من ناحيه الكواليتي اشوف ان الماركه وايد زينه، جوده عاليه. They both pass my judgment حق الكيبلز، يعني اثنينهم نجحوا في اختبار الكيبل. إذا عجبكم هذا الفيديو سووا لايك، إذا تبي تشوفون فيديوهات ثانية أو تنطرون الفيديوهات في المستقبل سووا سبسكرايب، لأن شيء مهم تسوون سبسكرايب حق القناة هذه.